فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دعا غير الله فإنه يطلب نفعه فيكون قد أشرك في الربوبية؟ وبناء على ذلك نقول إن مشركي قريش عندهم شرك في الربوبية؟ اترك هذه الفلسفة، من دعا غير الله فهو مشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة، فأعظم أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، خلاص. نعم.